حملهما وسط القطع. ورغم حسرة الأم المكلومة إلا أن كلماتها كانت أقوى من المعاناة. أنا هالسلاح ابني عندي وأنا اللي بدي أقوم فيه بس يخشوا. كانهم إسرائيل عندها قوة مش بالطيارة. إحنا معناش طيارة نروح نحاربهم. إحنا وجه الله إحنا معانا. الله هو اللي بيقاوم معانا. الملائكة بيقاوموا معانا. وإحنا الرسول قاوم جاء وجوعونا ومنعوا كل شيء عنا حتى الهواء. لو بدروا علينا يمنعوا. لكن إحنا صامدين. تطبخ النار ناكل رمل ناكل ملح. وقفة الصمود هذه هي دأب فلسطين.